الحكومة ستضع حدا لسياسة دعم أسعار المحروقات، قرار يدخل في إطار مواصلة إصلاح صندوق المقاصة وفق مقاربة تحقيق الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الدعم بحسب الحكومة. أنا من خلالكم بتنب الشر الشعب المغربي بين أنه في نهاية الشهر المواد النفطية ما بقاتش في صندوق المقاصة. في مقابل رفع دعم صندوق المقاصة، توضح السلطة التنفيذية أنه ينبغي مواصلة تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للمواد البترولية، فكيف يفهم المستهلكون العلاقة بين تحرير الأسعار والمقايسة وإلغاء الدعم؟ دابا الحكومة لما دعمتش الغازوال غادي تأثر أنا بصفة مباشرة، ولكن المستهلك يتأثر بصفة غير مباشرة. كنظن خاص الدعم يبقى باش المستهلك يكون راضي. خصك شي يكون بروبورسيونال، مثلا طلع مثلا ب 10 دولار، طلع ب 10 دولار زادوا عندنا درهم، هود ب 20 دولار، هود ب 20 دولار كينقصوا لنا مثلا 10 سنتيم، دونك ماشي بروبورسيونال، هنا في المستهلك اون كرو ما كيستافدش. رفع دعم صندوق المقاصة للمواد النفطية يعني إذن تحرير القطاع، أي أن شركات التوزيع سيصبح بإمكانها استيراد حاجية الاستهلاك مع استهداف المناطق المصدرة بأسعار تنافسية، وهنا يبرز عنصر الجودة. اليوم لا يمكن لموزع أن يغامر بشراء مواد بأثمنة منخفضة ولا سيما من آسيا وأمريكا الجنوبية وإدخالها إلى السوق المغربية، وهنا يجب على الدولة في إطار رؤية التحرير أن تحصل من الموزعين على ضمانات. قرب دخول هذا القرار حيز التنفيذ يتزامن مع انخفاض سعر البرميل الواحد في السوق الدولية إلى ما دون 75 دولار، وتتوقع الحكومة من خلال هذا القرار توفير 14 مليار درهم برسم العام المقبل.